السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخباركم إيه؟ إن شاء الله تكونوا بخير وأنتوا بتشوفوا الفيديو النهاردة. فيديو النهاردة بتكلم عن شيء مهم جدا، وهو المسك الأسود والفرق بينه وبين المسك الأسود ومسك الغزال. طيب، اللون اللي أنتوا شايفينه ده من هنا كده ده اسمه مسك الأسود، تمام؟ المسك الأسود شوفوا، حتى يعني هتلاقيه بطبع زي كده، طبع زي كده، شوفوا اللون زي كده، تمام؟ طيب، ده المسك الأسود. المسك الأسود ده يا جماعة لا يستخدم للطهارة خالص اطلاقا. طيب، استخدامات مسك الطهارة هو مسك الغزال. مسك الغزال لونه زي كده، نفس لون الدم، نفس الدم كده، اللي هو بيجي عبارة اصلا عن بودرة، تمام، اسمها بودرة الغزال، تمام، وبعد كده بنحله تاني، تمام. طيب، بالنسبة للمسك التاني في مسك اسود، فبرضو ايضا لا يستخدم للطهارة. المسك الاسود ده في منه درجات، درجتين، ده لا يستخدم للطهارة اطلاقا، وما تجيبوهوش للطهارة لان ده بيسبب مشاكل كتيرة جدا انت غنى عنها، تمام. طيب، عشان تسألي صح بقى وان انت تعرفي المعلومة صح، تسألي تقولي مسك الغزال. مسك الغزال، ورجاء ان انت تجيبيه من مصادر موثوقة منه، تمام. شكرا لكم، وارجو ان انا اكون اوضحت لكم المعلومة. شكرا، سلام عليكم.